محتار وبتفكر؟ الأسعار والمتطلبات والضمان وقطع الغيار والصيانة كمان؟ معاك حق. طيب إيش رأيك في عنوان واحد؟ موتور سوق، الأحدث والأكبر والأشهر. موتور سوق، سيارتك واحتياجاتك. ظهرت رولز رويس فانتوم لأول مرة في عشرينيات القرن الماضي، والآن وبعد مرور أكثر من 90 عاماً لا زالت فانتوم تتربع على عرش السيارات الفاخرة حول العالم. لذا أعزائنا المتابعين، فقد قررنا أن نحدثكم اليوم عن تاريخ هذه السيارة التي قد تكون إحدى أهم السيارات على الإطلاق. ظهر الجيل الأول في عام 1925، حيث حملت السيارة اسم نيو فانتوم لتكون البديل الرسمي لطراز سيلفر جوست. وحصل هذا الجيل على محرك بستة اسطوانات مقسمة إلى مجموعتين من ثلاثة اسطوانات مع سعة 7.7 لترات. لكن الجيل الأول تم تغيير اسمه إلى فانتوم 1 عندما انطلق الجيل الثاني في عام 1929 والذي حمل اسم فانتوم 2. وجاء هذا الجيل بشاسيه جديد كلياً مع تحسينات كبيرة على نفس المحرك السابق لتصبح السيارة أفضل على صعيد التحكم والتوجيه، كما وأصبح المحرك يرتبط مباشرة مع ناقل حركة يدوي من 4 سرعات. وفي عام 1936 ظهرت فانتوم بجيلها الثالث، وقد كانت هي السيارة الوحيدة التي حصلت على محرك V12 في تاريخ رولز رويس، إلى أن تم تقديم طراز سيلفر سيراف في عام 1998. وتميز هذا الجيل من فانتوم بأدائه المميز آنذاك، حيث كانت قادرة على التسارع من 0 إلى 96 كيلومترا في الساعة خلال 16.8 ثوان، مع سرعة قصوى وصلت إلى 140 كيلومترا في الساعة. وانطلقت فانتوم الجيل الرابع في عام 1950، وهي تعد أكثر موديلات رولز رويس ندرة على الإطلاق، حيث تم بناء 18 نسخة منها فقط بين عامي 1950 و1956، علما بأنه تم بيع 17 نسخة للملوك ورؤساء الدول. وفي الوقت الحالي لا تزال هناك 16 نسخة محفوظة في المتاحف أو ضمن مجموعات نادرة. وقد اعتمد هذا الجيل على محرك بثمان اسطوانات متتالية سعة 5.7 أو 6.5 لترات مع ناقل حركة آلي من 4 سرعات. وفي عام 1959 قدمت رولز رويس الجيل الخامس من فانتوم، والذي تم بناءه بالاعتماد على طراز سيلفر كلاود. وحصل هذا الجيل على محرك V8 مع ناقل حركة آلي ب4 سرعات مقدم من شركة جنرال موتورز. أما الجيل السادس فقد انطلق في العام 1968، وقد شهد تطورا كبيرا على صعيد التصميم، كما اعتمد على محرك V8 سعة 6.2 لترات قبل أن يتم تطويره في عام 1979 ليصبح بسعة 6.7 لترات. ويعتبر هذا الجيل هو الأكثر استمرارية بين أجيال فانتوم، فقد استمر لمدة 23 عاماً إلى أن تم إنتاج آخر نسخة منه في عام 1992. وفي عام 2003 عادت فانتوم إلى الحياة عندما تم تدشين الجيل السابع، وقد كانت فانتوم هي أول سيارة رولز رويس يتم تطويرها من قبل شركة BMW، والتي استحوذت على الشركة البريطانية في عام 1998. ويملك هذا الجيل من فانتوم فضلا كبيرا في تحسين سمعة رولز رويس وإعادتها إلى المنافسة، وتوفرت فانتوم بموديل سيدان أو كوبي أو كشف. وعلى صعيد المحركات، كانت BMW تخطط لتزويد فانتوم بمحرك V16 سعة 9 لترات، لكنها استقرت في نهاية المطاف على محرك V12 سعة 6.75 لترات الأكثر اقتصادية، والذي يولد 454 حصانا وعزم دوران 720 نيوتن متر. وفي عام 2017 انطلقت رولز رويس فانتوم موديل 2018 بجيلها الثامن والحالي، والتي اختبرها بكر أزهر مؤخرا في برنامج سعودي أوتو لايف،
وأصبحت فانتوم أكثر فخامة وأناقة من أي وقت مضى، سواء بتصميمها الخارجي الساحر أو بمقصورتها الداخلية الملكية. وتستمد السيارة قوتها من نفس محرك الـ V12 سعة 6.75 لترات، لكنه حصل على تحسينات أبرزها شاحن توربيني مزدوج ليولد للمحرك 563 حصان وعزم دوران 903 نيوتن متر. وتتسارع فانتوم من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 5.1 ثواني، وهو تسارع مبهر جدا بالنسبة لحجمها ووزنها. أعزائنا المتابعين، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد في عالم السيارات.